بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف وفقه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هذه الجمل لا نحتاج إلى إعادة القول فيها لأنها سبق، إلا على سبيل الإجازة. فالحمد لله معناه وصف المحمود بالكمال، وصف الله تعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم. فأنت إذا قلت أحمد الله أي أحبه وأعظمه وأصفه بالكمال، وأل في الحمد للاستغراق، واللام في قول لله للاستحقاق والاختصاص، أي أن المستحق للحمد كله المختص به هو الله عز وجل. جملة نحمده التوكيد للجملة الاسمية قبلها، ونستعين نطلب منه العون على الأمور كلها، نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنب العبد ويتجاوز عنه كما يدل عليه الاشتقاق، فإنها مشتقة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ليقيه من السهام. ونتوب إليه، هذه الجملة انتشرت في كتب العلماء رحمهم الله، لكنها ليست في الحديث الذي هو حديث الحاجة، فإن قالها الإنسان فأرجو أن لا يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم به من شرور أنفسنا، وهي جمع شر، وذلك لأن النفس لها شرور، كما قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شرور النفس إما كف عن الطاعات وإما رغبة في السيئات، هذه شرور النفس، فهي تأمر بالسوء الذي يتضمن إما ترك الواجبات وإما فعل المحرمات. ومن سيئات أعمالنا، يعني ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن سيئات الأعمال لها آثار وخيمة. فكم من إنسان أصيب بسيئات ولو لم يكن من ذلك إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: فإن تولوا، أي عن الحق، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه من الآثار السيئة، أن المعاصي والعياذ بالله تجر الإنسان إلى الإعراض عن طاعة الله. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر، وهي ثلاث مراحل: صغائر بريد الكبائر، كبائر بريد الكفر، لأن النفس إذا تعودت المعصية والاستكبار عن طاعة الله أدى ذلك إلى أن ترتكب ما هو أكبر. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، أي من يقدر الله تعالى أن يهتدي فلا أحد يصده عن هداية الله، وكذلك من اهتدى فعلا فإنه لا أحد يضله إذا كان الله تعالى قد قدر له الهداية. فهي تنفي ذلك دفعا ورفعا، بمعنى أن من قدر الله له الهداية فإنه لا يمكن أحدا أن يضله، هذه واحد. ثانيا: ومن كان مهتديا بالفعل فإنه لا أحد يخرجه من الهداية إلى الضلال ما دام الله قدر ذلك له. العكس: ومن يضلل فلا هادي له، أي من قدر الله تبارك وتعالى أن يكون ضالا فلا هادي له. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. كمل: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذه العبارة فلا هادي له هي التي جاءت بها السنة. وأما قول بعض الناس: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذا نعم جاء في القرآن، لكنه لم يأتي في هذا الحديث. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد اعترافا باللسان واعتقادا بالجنان، ولا بد من الأمرين في الشهادة،
الاعتقاد في الجنان، والجنان هو القلب، والإقرار باللسان. فلو أقر بلسانه مع إنكار قلبه لم تنفعه الشهادة، كما في حال المنافقين. ولو أنه اعتقد في قلبه ولم ينطق بها لسانه دل هذا على أن اعتقاده فاسد، وإلا لنطق بها اللسان. فالأول منافق والثاني مستكبر. أشهد ماذا قلنا فيها؟ أقر باللسان وأعتقد بالجنان. اللا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله هذه نافية الجنس تحتاج إلى اسم وخبر، فما هو اسمها؟ اسمها إله، خبرها محذوف، التقدير لا إله حق إلا الله. ولا يصح أن يكون خبرها الله، لأن لا تعمل في المعارف. قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة، فلا تعمل في المعارف، وعليه فنقول لا بد أن يكون الخبر محذوفا تقديره حق، والله بدل منه، والله عالم على ذات الرب عز وجل، لا يسمى به غيره، وحده لا شريك له التأكيد للنفي والإثبات. فقول وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهي اعترافًا بها في اللسان واعتقادًا لها بالجنان، أن محمدًا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبده المتعبد له، وليس له من هذه الناحية حق في الربوبية أبداً. قال الله تبارك وتعالى له آمراً إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأرزقكم، ولا أعلم الغيب فأقيكم ما في الغيب، ولا أقول لكم إني ملك بل أنا بشر. وكذلك قال الله تعالى آمراً إياه: قل إني لا أملك لنفسي إيش؟ ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. إلا بلاغا هذه استثناء منقطع، يعني لكن ما أقوله بلاغا من الله ورسالته ورسوله أي مرسله. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فيجب علينا أن نعتقد أن محمد رسول الله عبد من عباد الله، بل عبوديته هي أخص العبادة، أخص أنواع العبادة عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله لما قيل له: كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. عبده ورسوله صلى الله عليه. طيب، خالف في هذا طائفتان، طائفة أو غلت في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أوصلته إلى حد الربوبية، يستغيثون به ويدعون ويعتقدون أن له تدبيرا في الكون، والثانية بالعكس كذبت رسالته وقالت إنه ساحر مجنون كذاب كاهن. أما نحن فنقول إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه هذه جملة خبرية لكن بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء. فأنت إذا قلت صلى الله عليه فكأنما تقول اللهم صل عليه. وصلاة الله عليه هي عند كثير من العلماء ثناؤه على الله على عبده في الملأ الأعلى، يعني يرفع ذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه، وهي أيضا تتضمن رحمة خاصة لأنها من الصلة، ففيها رحمة أخص من الرحمة العامة.
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ثلاثة: الآل والأصحاب والأتباع. فإذا ذكرت الثلاثة وجب أن تفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، بن عباس وأمثاله. وإذا نعم وأصحابه جمع صح، وهم الذين اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ولا يشترط على القول الصحيح، لا يشترط طول الصحبة، بل متى اجتمع به أقل اجتماع وهو مؤمن به فهو صاحب. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن غير النبي لا يسمى صاحب مصاحبه صاحبا إلا مع طول الصحبة. ومن تبعهم بإحسان، لم يقل من تبعهم فقط بل قيد من تبعهم بإحسان، كما قيد الله ذلك في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا بد من هذا القيد، لأن كثيرا من الناس يقول إنهم متبعون ولكن لم يحسنوا المتابعة، إما زادوا وإما نقصوا. وسلم تسليما كثيرا، سلم تسليما كثيرا، ما في لا، وسلم تسليما أكد الفعل بالمصدر. سلمهم أي وقاهم من الأذى والضرر وعليه. ففي الصلاة حصول المطلوب، وفي السلام إيش؟ زوال المكروه. إذا ذكر الآل وحده صار الآل جميع الأتباع. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بآله كل من اتبعه في دينه. ولهذا نقول إن الرجل إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد دعا لنفسه، صح؟ صحيح؟ صحيح. كيف ذلك؟ لأنهم متبع. طيب، إذا ذكر الآل والأصحاب صار الآل كل من اتبعه، والأصحاب أخص، فيكون باب عطف الخاص على العام.